على الجانب الاخر اعطى مجلس الحرب الاسرائيلي الضوء الاخضر لقواته لاتمام العمليه البريه في مدينه رفح الفلسطينيه. واعلنت قوات الاحتلال الاسرائيلي انها استولت على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بعد ان اقتحمت الدبابات الاسرائيليه مرافق المعبر وسط اطلاق قذائف ونيران كثيفه على مبانيه. رغم التحذيرات الدولية من تداعيات اجتياح رفح الفلسطينية، إلا أن مجلس الحرب الإسرائيلي أعطى الضوء الأخضر لإتمام العملية البرية في رفح الفلسطينية. قوات الاحتلال الإسرائيلية أعلنت أنها استولت على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بعد أن اقتحمت الدبابات بعد أن اقتحمت الدبابات الإسرائيلية مرافق المعبر وسط إطلاق قذائف ونيران كثيفة على مبانيه واحتلته بشكل كامل ومنع تنقل المسافرين خصوصا المرضى والجرحى ودخول المساعدات الإنسانية أو نقل المساعدات المتكدسة لأهالي القطاع في المناطق الجنوبية والشمالية الجيش الإسرائيلي أكد أن قواته تعمل في منطقة محددة في شرق رفح وأشار إلى أنه تم إجلاء الغالبية العظمى من السكان في منطقة العمليات العسكرية في السياق ذاته يواصل جيش الاحتلال أغلاق غلق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في قطاع غزة وذلك لليوم الرابع على التوالي بعد الهجوم الذي طال المعبر قبل أيام وأدى لمقتل أربعة جنود إسرائيليين، تطورات تنذر بغلق كل منافذ وشرايين الحياة أمام الفلسطينيين الذين قتلت الحرب منهم أكثر من 34 ألف شهيد وما يفوق 78 ألف مصاب في فيما يواجه قطاع غزة مجاعة حقيقية ودمارا هائلا